مرحبا بالمشاهدين الكرام على قناة أبو بكر جندان. سوف نتكلم عن قصة بلعام مع موسى. دعونا نبدأ.
نفس الشيء. هذا بالعام واحد منهم، هذا الذي انسلخ من دينه اشترى بآيات الله ثمنا قليلا، واحد منهم موجودين اليوم في كل زمن ومكان، موجودين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. مثله كمثل شنو؟ أخس وأنجس حيوان. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. يعني الكلب كان تعبان ولا متعبان دائما يلهث، لو واقف مرتاح يلهث. يعني مثل هذا الرجل، تعلم ولا ما تعلم نفس الشيء، حصل على العلم العظيم مرتد، لو كان جاهل ولا كان عالم نفس الكلب. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون. يا محمد، الله يقول لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم اقصص القصص على الناس، قل لهم لحد يبدل دينه، لحد يبيع دينه بثمن بخس، لحد يفتتن بشيء من زخارف الدنيا فينسلخ من دينه، لأن الشيطان موجود راح يتبعه، لأن مثله سيكون كمثل هذا الحيوان النجس، لأنه لن يمنعه من عذاب الله عز وجل شيء، سوف يجعله الله عبرة للناس. انظروا هذا الرجل إلى اليوم نذكره بالأمثال أنه كالكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. كم يصدق هذا المثل على خلق من الناس، ممن بدل دينه، ممن ارتد على عقبيه، ممن التزم فترة من الزمان ثم نكص على عقبيه. كم وكم في البشر اليوم أمثال هؤلاء، فلنحذر أيها الإخوة. الله الله بالثبات على دين الله، لا تغرنا زينة الدنيا ولا زخرفتها، ولنثبت على دين الله عز وجل، ولنعلم أن الثبات صعب لكن الله سيسهله، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والله عز وجل مع من؟ مع الثابتين من أهل الإيمان. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نتمنى لكم مشاهدة ممتعة. شكرا على المشاهدة، لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة. أبو بكر جندان.